في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 574 عنصراً إجرامياً ومصرع 7 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات، وضبط معهم 306 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 93 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1189 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش 2 جرينوف 205 بندقية 102 بندقية آلية و55 مسدسا و824 فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و160 خزينة، إضافة ل1404 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون. نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 559,117 حكماً قضائياً من بينهم 2,313 حكم جناية و 1,714 حكم حبس و 274,866 حكم غرامة و 81,224 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 35 متهماً قاموا بارتكاب 31 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 67 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 96 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1555 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 1780 متهماً، من بينها قرابة 285 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 496 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت أكثر من 73.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 20.5 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى حوالي 34.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 16258 قرص مؤثر و18 مليون و364 ألفا و194 قرصة رامادول مخدر وعدد 37 ألفا و63 قرصة كيبتاجون مخدر
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 1,518,000,000 جنيه. كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 24,000,000 جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.